مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا في الشمال السوري المحرر، نحن اليوم في مدينة عفرين سنسأل المكتب الصحي التابع للمجلس المحلي في هذه المدينة حول أبرز الإجراءات الاحترازية التي قام ويقوم بها للحد من انتشار هذا الفيروس، وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهه. وهذه ستكون من أبرز المحاور التي سنناقشها في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مواطن وخدمات، ابقوا معنا. مدينة عفرين تقع في ريف حلب الشمالي الغربي وتبعد عن مركز محافظة حلب نحو 60 كيلومتر. يقطن البلدة قرابة 350 ألف نسمة. يعمل معظم الأهالي في مجال الزراعة، لا سيما زراعة أشجار الزيتون إضافة إلى تربية المواشي. سجلت المدينة مؤخرا إصابات بحالات فيروس كورونا. يسعى المكتب الطبي في المجلس المحلي لتكاتف الجهود للحد من انتشار الفيروس. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة حلب اليوم الفضائية، سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مواطن وخدمات. سنتطرق في هذه الحلقة ونتحدث حول دور المكتب الصحي في المجلس المحلي لمدينة عفرين في الحد من انتشار جائحة الكورونا التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور أحمد حجي حسن، مدير المكتب الصحي في مجلس عفرين المحلي. أهلا وسهلا بكم دكتور، كريما في هذه الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ علاء، شرفتونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني دكتور، بداية يعني الجميع سمع بأن جائحة كورونا تنتشر وهي في ازدياد في الشمال المحرر بشكل عام، يعني بداية ما هو واقع انتشار جائحة فيروس كورونا في منطقة عفرين بشكل خاص؟ طبعا أستاذ علاء، الأمر أصبح واقع، يعني انتشار فيروس كورونا في مدينة عفرين ونواحيها أصبح أمر واقع، وأيضا في الشمال المحرر تم تسجيل 27 حالة لحد اللحظة في مدينة عفرين وريفة، في باقي المناطق في الشمال المحرر 725 حالة. فباعتقادي صار أصبح أمر واقع، يجب الأخذ الحيطة والحذر والعمل للخروج من هذه الجائحة بسلام. نسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله يا رب. طيب، يعني هل الأعداد هي في ازدياد أم في انخفاض أم على وتيرة يعني مستقرة؟ ومتى تم تسجيل إصابة أول حالة في منطقة عفرين؟ حاليا الأعداد يعني متفاوتة، أحيانا عم سجل 70 حالة، أحيانا 50 حالة، أحيانا 25. أنا أتكلم عن جميع الشمال المحرر. في مدينة عفرين أول حالة تقريبا صار لها شهر ونص، شهرين. الأعداد يعني متفاوتة، أعداد لحد اللحظة فينا نقول نحن في بر الأمان. نعمل أنه نضل على هاي الوتيرة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، يعني بالنسبة للفئات العمرية التي يعني أصيبت بهذا الفيروس، ما هي، النساء، رجال، كبار في العمر أم أطفال أم شباب؟ الحمد لله أنه الفئات العمرية فئة الشباب، إن كان من النساء والرجال، ففئة الشباب بتعرف أنت حضرتك بيكون عندهم مناعة أقوى، بيكون مناعتهم أقوى. الحمد لله بيكون الوضع أنه الأعراض ما بتكون قوية، ف اما في عم بكون عزلهم في المنزل او في مركز العزل بدون الحاجه الى مشفى والى عنايه مركزه. طيب، يعني ما هو دور المكتب الطبي في المجلس المحلي، او عفوا المكتب الصحي في المجلس المحلي في الحد من انتشار هذا الفيروس، وهل يوجد اجراءات قام بها فيما يخص هذا الموضوع؟ تماما. كنا احنا كمجلس محلي او مكتب صحي في مجلس محلي مدينه عفرين، من بداية تسجيل أول حالة في مناطق الجوار وفي مناطق النظام، وبتعرف حضرتك أنه في ناس عم تجي من مناطق النظام إلى مناطقنا، فقمنا بعدة إجراءات احترازية، وأهمها تدريب الكوادر في المراكز الصحية، تفعيل دور التوعية، تفعيل دور توزيع البروشورات، ايضا تفعيل دور صفحه المجلس المحلي في مدينه عفرين بنشر التوعيه ونشر الاجراءات الوقائيه. ايضا اعتمدنا على موضوع مكبره صوت على سياره متنقله في مدينه عفرين وريفه للتحدث عن كيفيه الوقايه من فيروس كورونا. ايضا قمنا بجولات ضمن مدينه عفرين
فرق التوعية المنتشرة وتعمل بشكل يومي لتوعية الناس كيفية الوقاية من فيروس كورونا. طيب هل هذه الحملات التوعوية هل هي مستمرة أم أنها توقفت أم أنها ستزداد في الفترات القادمة؟ ما هو طبعا مستمرة وراح تزداد إن شاء الله. يعني إحنا عم نتعاون مع جميع المنظمات الصحية العاملة في مدينة عفرين لزيادة موضوع التوعية في مدينة عفرين وريفة. طيب دكتور، يعني أنت تحدثت حول نقطة حساسة، يعني تحدثت أن هنالك أشخاص في حالة الإصابة، يعني اشرح لنا أكثر كيف يتم التعامل معهم؟ تحكيت أنه ربما يحجرون أو ربما يذهبون إلى المنازل ويحجرون في المنازل، ما هي الآلية والمعايير؟ تماما. هلا نحن بعد أخذ مسحة للمريض وأرسالة إلى المخبر ننتظر النتيجة طبعا مع توصية في موضوع الحجر، إما أن يكون الحجر في المنزل أو في مركز العزل. بعد ظهور النتيجة إن كانت الحالة سلبية فيعود للحياة الطبيعية، أما إذا كانت الحالة إيجابية ففريق يتوجه فريق بشكل سريع جدا، فريق يتابع المخالطين لهذه الحالة، في حال عليهم أعراض يأخذ لهم مسحات، في حال لا يوجد أعراض يوجد توعية أيضا يضعون في موضوع العزل المنزلي. إن كان في إمكانية لعزل المريض في منزله فيبقى المريض في منزله مع وجود رقابة عليه، مع أيضا وجود تعهد بعدم الخروج من المنزل. طبعا يكون فريق الصحة وفريق مؤلف من المكتب الإغاثي بإعطاء المريض سلة إغاثة مع سلة نظافة مع أيضا أدوية لحالته. يعني مثل ما بقولوا أنه في بعض المواطنين، نحن بنعرف أنه غالبية أهالي مدينة عفرين أو بالأحرف الشمال المحرر هم من أهلنا النازحون والمهجرون قسريا، وبالتالي يعني ضعف الحالة المادية، يعني أنتم أيضا تقومون بالتعاون مع المنظمات الإغاثية لتقديم العون لهم؟ أيضا نعم هناك. نعم يوجد سلة إغاثة مع سلة نظافة لهذا المريض. طيب يعني أنت تحدثت حول موضوع المسحات، كيف يتم أخذ هذه المسحات؟ طبعا نحن عندنا بجميع المراكز الصحية أشخاص مجهزين لهذا الأمر، في حال شك في أي حالة يقوم بأخذ مسحة وإرسالها إلى مكان في مدينة عفرين، مكان تجمع العينات، ثم إرسالها إلى المخبر. طبعا الحمد لله رب العالمين، نحن حاليا كنا نرسل الحالات إلى أدلب نرسل العينات إلى أدلب. حاليا في مدينة عفرين سيتم تفعيل مخبر للترصد الوبائي قريبا جدا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني أيضا نستمر في هذا الموضوع وندخل في تفاصيله يعني أكثر، يعني لاحظنا جولات مستمرة، إذا عدنا خطوة إلى الوراء بما يخص حملات توعية، لاحظنا جولات مستمرة لفرق الدفاع المدني، يعني هل يوجد تنسيق بينكم وبين تلك الفرق في موضوع التوعية والحد من انتشار هذا الفيروس؟ طبعا نحن في مدينة عفرين وريف عفرين يوجد تعاون بشكل كامل مع جميع المنظمات العاملة في مدينة عفرين بخصوص هذا الأمر. يعني ما مدى هذا التعاون؟ طبعا التنسيق مستمر بيننا وبين جميع المنظمات، من فريق الدفاع المدني كان لديه بروشورات طلعنا عليها قبل أن توزع في مدينة عفرين وتم توزيعها بتنسيق مع المكتب الصحي. طيب يعني هل هنالك أيضا تعاون ما بينكم وبين الجهات المعنية الأخرى، يعني كشرطة محلية، كفعاليات مدنية، منظمات مجتمع مدني إلى آخره، فيما يخص بموضوع يعني خلينا نحكي الأعراس، موضوع القيد العقاري؟ ربما بتلاقي كتير مثلا بالمحاكم في أشخاص كتير موجودين لتسيير معاملاتهم القانونية، يعني هل المكتب الطبي دور في نشر التوعية، ربما التباعد الاجتماعي، هل له دور على أرض الواقع في ذلك؟ طبعا نحن نتعاون مع جميع الجهات المعنية والعاملة في مدينة عفرين، من المجلس المحلي، الشرطة، القضاء، الشرطة العسكرية وجميع الدوائر الرسمية في مدينة عفرين. نحن لدينا أيضا غرفة طوارئ تضم جميع المسؤولين في هذا الأمر لكي نقوم بالإجراءات المناسبة. أيضا يوجد قرارات من صدرت عن المجلس المحلي بإلغاء الأعراس، بإلغاء التجمعات، بإلغاء التجمعات، بارتداء الكمامة.
بعدم الخروج الا للضروره القصوى، بعدم الذهاب للمشافي والمراكز الصحيه الا في حالات الضروره القصوى. طيب، ولكن مع الاسف يعني خلينا نحكي نكون واقعيين اكثر دكتور، انه ولكن على ارض الواقع لا، في ازدحام بالاسواق، في ربما بعض التجاوزات اللي عم بتصير، ربما هي المصلحه الشخصيه طبعا ليست في سبيل الضرر، انه واحد يلحق لقمه عيشه. شو انتم موقفكم من ناحيه هذا الامر؟ موقفنا حاليا بالوقت الحالي نحن دخلنا بمرحله يجب انه ندق الناقوس لكي لا ندخل في مرحله العجز. تمام، فتلك صدرت كذا قرار عن المجلس المحلي بخصوص هذا الموضوع، وسيكون هناك بصراحة شروط جزائية بخصوص هذا الموضوع، يعني راح يكون عدم ارتداء الكمامة، إقامة الحفلات، راح يكون في شروط جزائية، طبعا الجهات المختصة راح تتابع هذا الموضوع. طيب راح نكمل دكتور، شكرا لك، ولكن في القسم الثاني من هذه الحلقة. شكرا لك دكتور. مشاهدينا، وإلى هذا القدر نكون قد وصلنا معكم إلى ختام القسم الأول من برنامجكم مواطن وخدمات، سنتابع ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة حلب اليوم الفضائية، لنقترب منكم أكثر تابعونا. إجراءات تامة يعني كويسة، ونحن كل ما بنمر يعني على حواجز أو عشية يعني بيوسعونا كمامات بتعيشون، ونحن بنتمنى يضلوا مستمرين بهالشغلة، وبنتمنى أنه يعني لو يمر كمان هيك يعني على أنه ماشيين بالشارع ويوزعون الكمامات، يعني في بعض عالم تعال بيستهتروا بهالشغلة، بس الشباب الساعتهم مستمرين بهالشغلة، وإن شاء الله الحمد لله الأمور جيدة ونحن مش دعاية ديان. مثل ما شايف حضرتك يعني عنا الحملة ضعيفة بالنسبة للوقاية وبالنسبة لتوجيه الناس، في حملة ضعيفة يعني طريق سيارة ترشد الناس مشان تتحصن بيوتها، ما في أكثر من هيك يعني، توجيه أكثر من هيك ما في، التزام بالكمامات ما في نهائيا. هي عبارة عن الوقاية اللي وزعوها الشباب، شفناها كمامات وكفوا. برأيك في حل على الالتزام بالوقاية المرض؟ ولا رايح حدا يلتزم، يعني اليوم الكمامة عم تنباع ب 500 لل 2000 دشتريه، يعني الوضع تحت الصفر. والله انا بعرف انه عمال يحطوا كمامات مشان وقايه من كورونا وقت اللي عمال يطلعوا، بس في اكثر الناس عمال تلاقيها صعب عليها، يعني مثلا واحد طلع مثلا مسافه الطريق بده يجيب غرض ممكن يحط كمامه، بس منه بيركب محل كمحل مثلا عبيع عم بيشتغل انه يلبسها 10 ساعات 12 ساعه صعب عليه. اجراءات الوقايه في عفرين من الكورونا، التزام ما في بالكمامة، وقاية ما في، لازم مجلس المحلي يوزع كمامات منظفات معقمات، لأن الوضع هون الأسعار غالية، ما خرت إن العالم تتبع، والكمامة هلأ بالصيف بتضايق بسبب الشوب. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم دكتور ضيفا كريم. أهلا وسهلا أستاذ علاء، شرفتنا. يعني دكتور، تابعنا منذ لحظات الاستطلاع الذي عده فريق البرنامج سؤال مطروح، ما هو رأيك في الإجراءات المتخذة من قبل المكتب الصحي في المجلس المحلي حول الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس الكورونا؟ سمعنا إجابات مختلفة، يعني منهم من قال أن هنالك تقصير بعض الشيء، منهم من قال يعني أن الإجراءات جيدة نوعا ما، منهم من قال أنه يجب رفع الجاهزية أكثر، يعني ما هو تعليقك وتعقيبك على ما ورد؟ حاليا نحن بالوضع الحالي لم ندق لحد اللحظة ناقوس الخطر، فما دخلنا بموضوع انه نشل الحركة اليومية او الحياة اليومية. طبعا رح يكون في اجراءات بتكون اقوى وصارمة اكثر في المستقبل. طبعا نحن كمان ايضا نتمنى الوعي يكون الوعي عام من جميع الاهالي، من جميع اصحاب المنشآت، اصحاب المحلات،
أن يكون التدقيق على موضوع ارتداء الكمامة وعدم الازدحام. طبعا هذا بيكون مساعد أيضا لأن في هذا الموضوع الوقاية من انتشار فيروس كورونا في مدينة عفرين وليفة. طيب كمان دكتور انت حكيت عن موضوع المراكز الحجر، لانه في ناس بينحجروا بالبيوت، في ناس تانية، في عندكم مراكز حجر انتم مختصة بهذا الامر؟ طبعا احنا عندنا مركزين حجر حاليا في مدينة عفرين، مركز موجود في في وسط مدينة عفرين، ومركز موجود بجانب المشفى الوطني في مدينة عفرين. طب احكي لنا اكثر عنه، دخلنا التفاصيل. المركز الحجر، مركز الحجر مجهز ب 35، هو 35 مؤلف من 35 غرفه. الاول حاليا مجهز ب طخوت وما لزوم الاقامه. ايضا مركز الحجر تم تجهيز الثاني رقم 2 تم تجهيزه مجددا حاليا، ليس قيد التشطيب يعني تقريبا شبه جاهز. راح يكون طبعا في اطباء مداومين، راح يكون في كادر تمريضي لمتابعه الحالات الموجوده في الحجر، مع ايضا تخديم كامل للموجودين. يعني طبعا هو 14 يوم مده الحجر بالضبط، مده 14 يوم. طيب كمان اذا حكينا على موضوع نحن ايمت بنقول انه هذا الشخص لازم ينحجر بالبيت، او ايمت هذا الشخص لازم ينحجر ضمن مراكز الحجر، في شيء معايير معينه ولا كيف الترتيبه بتكون؟ هلا المعايير هي مثلا اول شيء الاعراض، ظهور الأعراض. ثاني شيء مكان الحجر، مكان سكنه المنزلي، هل هو في إمكانية لموضوع أنه يبقى في المنزل أو يخرج منه أو لا. إذا كان في المخيم فهو بتعرف صعب، بتعرف أنت شروط المخيم، في كثير من الأشياء مشتركة من دورات مياه، من مطبخ، من كذا، فما مستحيل يكون في إمكانية للحجر ضمن الخيمة. يعني من يقوم ب يعني من يقوم ب باعطاء القرار في بهذا الامر؟ طبعا يوجد فريق مختص، فريق من اطباء وكادر تمريضي واداريين لهذا الامر. طيب نحن لاحظنا وجود يعني عده منظمات عامله على الارض تقوم بموضوع الاجراءات الاحترازيه والحد من انتشار فيروس الكورونا، يعني هل يوجد مركزيه تعمل لهم؟ طبعا نحن كمكتب صحي نحن المركزية لجميع المنظمات العاملة في عفرين وريفة. جميع المنظمات، جميع لديها مراكز صحية ومشافي في مدينة عفرين تقوم بالإجراءات. يوجد خيمتين مثل ما ذكرت سابقا، خيمتين للعزل، خيمة لإجراء الفحوصات، وخيمة لا سمح الله إذا شكينا بحالة بنحطها بالخيمة لنسحب لها المسحة. طيب اذا حكينا عن موضوع المواضيع الحساسه او بالاحرى المواضيع يلي عم بتواجهنا هلا هي حاليا وامر لابد منه، هو موضوع التعليم وضروره التعليم خاصه للفئه الاولى والفئه الثانيه والشهادات تحديدا. يعني اقبل العام الدراسي، شو اخبار العوده الى المدارس؟ شو هي الاجراءات؟ طبعا حاليا في مدينه عفرين تم عوده المدارس الصف الاول والصف الثاني والشهاده الاعداديه، طبعا بالتنسيق مع مديرية التربية. يقومون بإجراءات احترازية مشددة في ضمن المدارس، بوضع التلميذ بكل تلميذ بمقعد. أيضا يوجد حصص للتوعية. أيضا في خروج إلى الباحة أيضا يوجد موضوع التباعد، عدم الازدحامات. وبنهاية كل يوم دراسي يقومون بتعقيم المدرسة بشكل كامل. من يقوم بالتعقيم؟ ما فرق الدفاع المدني أو يوجد فريق تابع للتربية أيضا. طيب إذا رجعنا موضوع التجمعات، هلا مدينة عفرين تشتهر بالمناطق السياحية والصيفية الجميلة، يعني أيضا في لكم طريقة ضبط ربما لأماكن الاصطياف المتواجدة ضمن مدينة عفرين أو في أريافها؟ الضبط، سواء مطاعم سواء الاماكن الطبيعيه. طبعا تماما، هلا نحن موضوع يعني كان في زيارات بشكل كامل على جميع المطاعم والمراكز بيع اللحمه وما شابه. كان موضوع التوعيه، موضوع التوعيه هو السائد اكثر، يعني مع مراقبه يعني مراقبه بشكل دائم موضوع ارتداء الكمامه للعاملين بتوزيع، للقائمين بتوزيع الاكل، شروط التعقيم وما شابه ذلك. طيب اذا حكينا كمان عن موضوع التعقيم وادوات التعقيم،
يعني بالنسبة لموضوع التاتش والكمامات واللوازم، هل هي متوفرة لديكم؟ حاليا يعني متوفرة ضمن المراكز الصحية والمشافي، نعم متوفرة، ولكن ليست بهالكميات الكافية. ما عندنا كميات كافية بحيث تغطي جميع الاحتياجات. كمان دكتور انت حكيت عن موضوع ناقوس الخطر، متى نقول بأن مدينة عفرين قد دقت ناقوس الخطر؟ متى نقول أن مدينة عفرين دقت ناقوس الخطر؟ عندما يتم تسجيل أكثر من 50 حالة يوميا. إلى حد هذا اليوم هي 27 حالة. أنا أحكي يوميا، لحد الآن نحن من ضمن شهرين، لحد اللحظة عندنا 27 حالة، بس يوميا عم سجل لنا حالة أو حالتين. نسأل يعني الله السلامة للجميع. آمين. طيب في حال دق ناقوس الخطر شو هي الإجراءات؟ في حال دق ناقوس الخطر سيتم أخذ إجراءات صارمة بعدم الخروج من المنزل، بمراقبة جميع التجمعات، وأيضا سيكون لنا عمل، سيكون هناك تفعيل أكثر من مركز حجر سمح الله، ولكن أنا أتمنى أن نصل لهذه المرحلة. طيب دكتور، يعني أيضا ندخل في التفاصيل أكثر حول موضوع المنافس، هل يوجد منافس كافية لمصابي الكورونا؟ أستاذي الكريم، موضوع المنافس بصراحة هو موضوع يعني يوجد فيه عجز في جميع الشمال المحرر. نحن في مدينة عفرين يوجد لدينا 6 منافس مع 12 سرير في العناية المركزة. يعني لحد الآن الحمد لله نحن ما احتجنا إنه الحالات تكون ضمن المشافي، ولكن طبعا يوجد عجز في هذا الموضوع. طيب يعني هل العدد كافي ولا غير كافي؟ لحد اللحظة هو العدد كافي، ولكن سمح الله إذا دخلنا بموضوع الجائحة والانتشار بشكل كثيف سيكون هناك عجز. نعم. طيب دكتور، في ختام هذه الحلقة ماذا تود أن توجه عبر منبر قناة حلب اليوم بما يخص موضوع الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس الكورونا؟ تمام. طبعا أنا توجيه يعني بتوجه للأهالي، لأهالي الساكنين في مدينة عفرين وأريفة. نحن كمكتب صحي إن شاء الله نوفر جهد بجميع ما أتينا من إمكانية، ولكن الوعي هو أكبر إمكانية ومساعدة لنا بموضوع ارتداء الكمامة، بموضوع عدم التجمعات، بموضوع الدراية الكاملة عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا. وفي حال أي استفسار، نحن كمكتب صحي طبعا موجودين يوميا جاهزين لأي استفسار ولأي مساعدة في هذا الموضوع. طيب دكتور، أشكرك جزيل الشكر في ختام هذه الحلقة ضيفا كريما، شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا. وإلى هذا القدر مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مواطن وخدمات. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الدكتور أحمد حجي حسن مدير المكتب الصحي في مجلس عفرين المحلي، والشكر موصولا إليكم مشاهدينا لحسن إصغائكم ومتابعتكم برنامج مواطن وخدمات منكم ولأجلكم. لا تترددوا في التواصل على المعرفات الظاهرة أسفل الشاشة، ومن هنا إلى نلقاكم في حلقة جديدة. دمتم برعاية الله وحفظه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.